عظيم جدا. انت بقى وصلت ازاي اصلا لهناك؟ انا ما هو يعني روحت باختبار زي ده؟ بالظبط، بس انا روحت. كنت اول ما روحت خالص كان اللي هو لسه مشروع ما بدأش، فكان اختبارات بس، كان لسه ما فيش تمارين وكده بس. وكانت يعني حتى نظام الاختبار كان اللي هو بيديك فرصة اللي هو يشوفك كويس، وكان بس مش اللي هو تقسيمة ونلعب ماتش وكده، لا كان في شوت وفي باص وفي دريبلينج ويشوفوا البدني، وبعد ما تخلص ده كله بتلعب تقسيمة، فكان اللي هو بيديك الفرصة الكافية تطلع كل اللي عندك ويشوف ايه اللي ناقص وكده، كان في تقييمات طب وانت رايح هناك يعني، وانت رايح تختبر ما فكرتش طب انا اللي خليني اروح هناك، ما اروح الاهلي بقى، ما اروح الزمالك، ما اروح انبي، ما الفرق اللي هي وادي دجله، كنت انت موجود اوريدي في وادي ايوه دجله من كل العرب، ايه اللي خلاك تاخد القرار وتروح هناك؟ انا يعني هو انا اللي خلاني اروح هناك اول سبب يعني اللي هو زي ما قلت لحضرتك اللي هو عايز اسافر بره، ده نفسي انا حلمي، مش عايز العب هنا حتى لو جالي اللي هو فرصه ان انا العب في نادي هنا وكويس وكده، لا هدفي الاول العب بره، يعني لو ما نجحش ده ممكن اشوف هنا، بس هدفي الاول وحلمي ان انا اطلع بره يعني. فده كان السبب الرئيسي اللي خلاني اروح اجرب يعني واشوف حظي هيكون ايه في صحيح. طيب،